طيب في عندكم استفسارات؟ في أي استفسار عن المحاضرة السابقة اللي حطيت فيها تاعت السيميليشن؟ واضحة كانت؟ المحاضرة السابقة كانت واضحة؟ دكتور والله ما شفناها، يعني بسبب ضغط الكوزات اللي موجود عندنا. يعني احنا خلال الأسبوعين هذول عندنا كمية هائلة من الكوزات، خصوصا لاحظت في انه الناس دكاترة، كانوا ولا معطينا ولا أي إشي، يقول لك مس فكانوا متأملين فهمت إنهم يرجعوا على الجامعة الدكاترة وما رجعناش. فصاروا هسه يعطوك ال آه يلا بينا يلا طيب بتحبوا هيك اطلع عليك اعطي عليها على السريع، بس لانه هي يعني بتختلف عن الكيو شويه، السيميليشن مختلفة شوي قليلا يعني كنا عن الكيو، فإذا بتحبوا أرجع لكم شوي بس عليها على الـ كيف الـ كيف السيميليشن بيشتغل يعني. ماشي طيب خلينا نعمل شير إذا الـ اوكي الـ المحاضرة الماضية كانت عن الديسكريتيف، انه كان الهدف منها ان نشوف كيف نعمل سيميليشن بالاخر لمين للسنجل سيرفر. فطبعا احنا الاشي اللي درسناه المحاضرة الماضية اللي هي ما يسمى بالديسكريت ايفنت سيميليشن. والديسكريت ايفنت سيميليشن مقصود فيها ايش؟ ديسكريت ايفنت سيميليشن اللي هي السيستمز اللي بيكون ستاتس بتغير الحاله تاعتها عند نقاط ايش محدده، يعني عند نقاط خلينا نقول كاونتر تقدر تعدها، يعني مش بشكل مستمر. اوكي شو اللي بيغير عاده هذول او شو اللي بيخلي السيستم يتغير اوكي الحاله تاعته؟ هي الايفنتس. شو هي الايفنتس؟ هي عاده هي عبارة عفوا عن حوادث بتحصل في لحظة معينة. من هاي الايفنتس اللي هي على سبيل المثال في السنجل سيرفر اللي هي الارايفل نيو كاستمر او ايش ديبارتشر اوف غادر واحد او واحد يجي على السيستم. في بعض الكومبوننتس مكونات هذا الديسكريت ايفنت سيميوليشن اللي هم السيستم ستيت، عارفين شو يعني السيستم ستيت؟ المقصود فيها اللي هي اللي بتوصف لنا حالة السيستم، يعني على سبيل المثال لو بدنا ندرس مثلا معدل عدد الكاستمرز الموجودين في السيستم، إذا هي راح تكون عبارة عن إيش؟ هي عدد الكاستمرز الموجودين في السيستم في أي لحظة معينة. السيميوليشن كلوك بتعرف إنه الآن لما بدنا نعمل سيميوليشن على سبيل المثال في البنك بدنا نبدأ من الساعة 8 للساعة على سبيل المثال للساعة 4، من 8 ل 4. اذا هذه الساعه بدنا نحركها، احنا نبدا من الثمانية ثمانية، شو صار شو الايفنتس اللي بتحصل معنا على 8 5 8 10 على 8 ونص 8 وهكذا. اذا سيميليشن كلوك هي بتعمل ريكورد لمين؟ لليوم كامل من الساعه 8 للساعه 4، شو الاشياء اللي بتحصل خلال هاي الفتره يعني. اوكي الايفنت ليست قلنا في ايفنتس للسيستم ستيت، اوكي هذا اللي تحوي كل الايفنتس اللي راح تحصل، مواعيد معلومات عنها كامله، يعني متى راح تحصل، مين الشيء اللي راح يجي بالمستقبل، بنعمل سكيدجول ايضا للارايفل وللديبارتشر في حاله السنجل سيرفر على سبيل المثال. وفي كمان شيء اسمه ستاتستيكال، عباره عن ايش؟ عباره عن عدادات احصائيه بتعد لنا الاشياء اللي احنا اصلا بدنا نحسبها، يعني على سبيل المثال بدنا نحسب اللي هو الويتنج تايم في الكيو، كل ما يدخل واحد بشوف قديش انتظر، الثاني بشوف قديش انتظر، ثم الثالث قديش انتظر وهكذا، كل ما ضل بجمعهم بالاخر مشان احسب قديش معدل الانتظار لهم كله. اوكي
هاي النكست ايفنت ادفانس، يعني شو يعني النكست ايفنت ادفانس؟ في نوعين صحيح، في اكثر من نوع من السيميليشن. السيميليشن كلاك يعني وين تتغير. السيميليشن كلاك تتغير عندما يحصل ايفنت، هاي معنى النكست ايفنت ادفانس. لما يحصل ايفنت بنشيل السيميليشن كلاك وبنوقف عند هذا الايفنت الساعه 8:05. اذا الساعه 8:05 بنقول السيميليشن كلاك بنحركه هناك ونشوف شو الاشياء الاجراءات اللي صارت هناك. اذا اولا شيء initialize the simulation clock to zero. Determine the time of occurrence of future events. حدد شو الايفنتس اللي راح تحصل. Move the simulation clock to the time of the next event. بعدين ايش؟ Update the system. اعمل update the system في هذه اللحظة اللي صار فيها الايفنت. Update the time of the occurrence of the next event. وبعدين حرك، قول متى راح يحصل الايفنتس القادم، شو الايفنتس اللي راح تحصل. وهكذا، ثم ارجع مره ثانيه الى 3 وظلك عمل ريبيت حتى ايش؟ حتى تخلص المده المطلوبه منك تعمل. خلال هاي الفتره طبعا بيكون الواحد بجمع اللي قلنا الستاتستيكال كاونترز. طيب السنجل سيرفر بتعرفوا، شفنا كيف يعني سنجل سيرفر. على سبيل المثال لما شفنا الام ام 1 كيو سنجل، يعني السيرفر واحد فقط. الكاستمرز ارايف، اوكي، بعدين كاستمر ويتس فور سيرفيس اف ذا سيرفر از بيزي، ذا كان بيزي بده ينتظر. بعدين بياخذ الخدمه، كاستمر ريسيف سيرفيس. بعدين ايش بيصير؟ كاستمر ديبارتس ذا سيستم. هاي الاشياء اللي بتصير بالنسبه لل في هذا السيرفر. اوكي، شو الايفنتس اللي بتحصل عاده؟ يا ارايفل يا ديبارتشر. في نوعين اذا من الايفنتس فقط، ارايفل وديبارتشر. اوكي، اوكي. شوي بس. اوكي، طيب هذا مثلا على سبيل المثال في عندنا قبل طبعا لما يصير في arrival بصير ايش؟ بصير مش عارف نقص اوكي مره ثانيه نرجع. لما يصير في عندنا arrival and arrival occurs، يعني لما يصير في واحد يدخل على السيستم شو بيصير؟ بنروح بنشيك على السيرفر، هل السيرفر ايدل ولا بيزي. اذا كان السيرفر ايدل معنى ذلك انه ايش؟ راح يبلش الخدمه على طول، من لان ما في حدا بيتلقى خدمه. اذا الكاستمر انترس اللي هي ايش؟ السيرفس. اذا كان السيرفر بيزي، الكاستمر اللي بيدخل وين راح نحطه؟ راح نحطه في الكيو، راح نحطه في مكان الانتظار. لما يصير في ايفنت اللي هو ديبارتشر ايفنت، اوكي، برضه بنيجي بنسال يعني ايش معنى ديبارتشر ايفنت؟ يعني كان في واحد بتلقى خدمه وخلص الخدمه وغادر. لما هذا يغادر، اوكي، طلع على الكيو، هل الكيو امتي ما في حدا؟ اوكي، اذا كان الجواب نو، لا في حدا، معنى ذلك انه هات كاستمر من الموجودين بالكيو وبلش الخدمه فيه، بلش الخدمه عنده. Remove customer from a queue and begin ايش؟ service. إذا كان ال queue empty، yes، معنى ذلك إنه ايش؟ ال system state set the system status to idle. The server صحيح، هذا مش system. يعني بنغير إنه اللي بنقول إنه ال server صح idle. إن شاء الله لما يجي arrival على طول يبلش الخدمة. هذا بدنا نشوف كيف ممكن نعمل هاند سيميليشن، اللي هي عباره عن ايش الهاند سيميليشن. افرض انه في عندك انت الارايفل تايم ستامب محدده، هذه مثلا الارايفل الاول 4 بالعشرة، الارايفل الثاني اللي هو الانتر ارايفل تايم المقصود فيه 2 بالعشرة، الانتر ارايفل الثالث 0.5 1.7 2 الى اخره، والسيرفيس تايم معروفات لكل واحد. طبعا هم بالعاده هذول ما بيكونوا معروفين، مش هيك؟ يعني بالاصل بيكون الانتر ارايفل تايمز هي عباره عن
جاية من random variable. بالأصل في الام ام 1 كيو هذول جايات من الاكسبوننشال ديستريبيوشن، فهذول عادة ايش بنعمل لهم؟ بنعمل لهم اللي هي الجنريشن لاكسبوننشال ديستريبيوشن. هسه فرجيكم كيف نعمل هذا الجنريشن. بس بنعمل قلنا جنريشن لهم هذول من الراندوم فيربل اللي بيكون محددينه احنا. مثلا اذا كان اكسبوننشال بنعمل اكسبوننشال راندوم فيربل لما يصير في عندنا لما يكون في عندنا ايش جدول للارايفل. ونعمل ايضا اذا كان السيرفيس تايم ايضا هو عباره عن اكسبوننشال بنعمل ايضا جنريشن له في حاله انه احنا محتاجين نعمل جدول. هسه نشوف كيف نعمل لهم جدول لكل واحد فيهم. لنفرض انه عملنا سيت اب على هذه الصوره، هذه السيميوليشن كلاك تي ام، اوكي بتبدا من الصفر وبتمشي اللي هي للساعه 9 مثلا. اوكي اولا خليني اطلع على مكونات هذا السيميوليشن. في عندنا هون انيشياليزيشن، اوكي اللي هذا السيستم، هذا السيستم اوكي كيف راح يكون يشتغل. طبعا هذا السيرفر، هذا الانتظار هون راح يكون، راح نشوف كم عدد الناس الموجودين متنظروا. هون السيستم ستيت هذا بحدد لنا اللي هو ايش، هل السيرفر هذا اس اس مقصود فيها اللي هو سيرفر، هل هو بيزي ولا ايدل. زيرو معناها ايدل، واحد معناها ايش، معناها بيزي، ما بتلقى يعني ناس يشتغل ياخذوا خدمه. لما هون دبليو ال اللي هو الويتنج لاين، قديش عدد الناس اللي بنتظروا. وهو بيعطيني كل واحد متى دخل، هذول اللي بنتظروا كل واحد متى دخل، هذول عشان نحفظهم لتايم اوف ارايفل، عشان نحفظ عشان نحفظ كيف نحسب قديش الويتنج تايم تاعهم من متى دخل الى لما بلش الخدمه. مش نحطهم بالستاتستيك، هون راح يكونوا عباره عن هذول عباره عن ستاتستيكال كاونترز. هون راح يكونوا هذا بنعمل قديش العدد الديلي لحد الان، قديش التوتال ديلي، الاريا اندر كيو اللي هي تحت الكيو. طبعا الكيو بتعرفوا لما يجي واحد بيزيد عدد الكاستمرز ثم بيزيد ثم بنقص وهكذا دائما. اذا هو عباره عن فانكشن، هاي بقدر اطلع له على اساس الاريا تحت كيو. لما ناخذ التكامل التحاوب بمعنى اخر المجموعه تاعها نقسمها على طول الزمن بيعطينا هو عباره عن افريج ويتنج تايم لكل واحد بالسيستم. هاي الاريا اندر بي تي اللي هي بي تي المقصود فيها السيرفر، هل هو بيزي ولا بيزي تايم، يعني بيزي تايم. اوكي لما يكون بيزي عاده يكون بيزي ايدل، بيزي ايدل. اذا ايش راح يكون او معدل اللي يكون بيزي، شو بنعمل؟ بنشوف كم الفترات اللي يكون فيها بيزي وبنقسمها على بنقسمها على طول الفتره الكليه. يعني لو كان بيزي من 8 ل 9، بعدين من 10 ل 12 اذا صار بيزي 3 ساعات. اوكي وخلينا نقول انه من 12 لثنتين كان فاضي. اوكي اذا صار كانوا 3 ساعات بيزي، 6 ساعات كلها اذا كانوا صار بيزي نص ساعه. اذا هاي بس بتكيب ريكورد ليش متى بيكون السيرفر بيزي. هذا اللي هون هاي بتشي بتحدد لنا اللي هي الايفنت ليست، هذا البلوك اللي هون هو بتشير لنا على شو هي السيميليشن كلاك، قديش صرنا ماشيين بالسيميليشن لحد الان. وهاي بتعطينا الايفنت ليست، شو هم الايفنتس. قلنا في نوعين من الايفنتس اللي هو الارايفل تايم او ديبارتشر تايم. اوكي الانيشياليزيشن قلنا هاي راح تكون نبدا في الصفر. الان الارايفل تايم احنا بنعرف انه اول ارايفل راح يجي في الدقيقه 4 بالعشرة، الارايفل تايم راح يحصل في الدقيقه 4 بالعشرة. الديبارتشر متى راح يغادر واحد، بما انه السيستم ما بيهوش ولا واحد اذا لا يمكن يكون في عندنا حدا بيغادر. اذا بنحط هاي انفينيتي، بس بالكمبيوتر ما في انفينيتي، عاده نحطها عدد كبير جدا مثلا 9 9 9. نيجي نطلع على السيستم كله هون ونطلع بالايفنت ليست، بنقول مين اقرب، مين اللي هو الايفنت. احنا قلنا هون هذول سكادجول، يعني هذول جدوله انه راح يصير في ايفنت في الدقيقه 4 بالعشرة او في الساعه 4 بالعشرة. هذا راح يكون بالدقيقه او بالساعه 999.
من أقرب الإيفنت اللي يحصل أكيد هذا. إذا بنقول في الدقيقة في الساعة 4 بالعشرة في عندنا أول أرايفل، أوكي. وبالتالي لما يوصل أول أرايفل بنحرك الساعة هاي وين نحطها، بتصير عند الدقيقة 4 بالعشرة، خلينا نسميها الدقائق بلاش نقول ساعات، ماشي. في الدقيقة 4 بالعشرة، إذا في الدقيقة 4 بالعشرة راح يحصل عندنا الإيفنت الأول. لاحظوا ها، أوكي، حصل أول إيفنت، إذا دخل الكاستمر، هايو أوكي، هذا دخل الكاستمر. إذا في السيستم هذا فقط موجود واحد دخل في الدقيقة 4 بالعشرة. لاحظوا السيرفر شو صار، صار الآن بيزي، غيرنا لواحد. هل في حدا بينتظر؟ ما في حدا بينتظر، أوكي، ما في حدا لحد الآن بينتظر، أوكي، لأنه على طول بلش بالخدمة. هذا اللي دخل التايم هون قلنا الدقيقة 4 بالعشرة، لأن لما يدخل هذا في 4 بالعشرة الأرايفل القادم قلنا متى راح يكون؟ لاحظوا الإنتر أرايفل تايم راح يكون بين الأول والثاني 1 و2 بالعشرة، إحنا في الدقيقة 4 بالعشرة زائد 1 و2 بالعشرة، إذا راح يكون الأرايفل القادم في الدقيقة 4 بالعشرة زائد 1 و2 بالعشرة، إذا في الدقيقة 1 و6 بالعشرة. الآن بما أنه الكاستمر اللي دخل الأول بلش الخدمة، متى بلشها؟ في الدقيقة 4 بالعشرة عند دخوله. لاحظ السيرفس تايم شو بيساوي؟ 2. اذا راح يكون السيرفس تايم في الدقيقه 2، عفوا الديبارتشر، بما انه بلش الخدمه الان 4 بالعشرة، بعد مرور دقيقتين اذا في الدقيقه 2 و4 بالعشرة راح يغادر الايفنت. اوكي، طبعا هو بنصير نجمع الستاتستكس هنا، نمبر اوف ديليت. طبعا ليش حطينا واحد؟ هو مع انه ما انتظرش، بنقول انه انتظر بمقدار ايش؟ زيرو. لانه لما بدنا نقول احنا لما بدنا نحسب انتظار بنقول قديش كل واحد انتظر، ايش انتظر صفر، ايش انتظر دقيقة، ايش انتظر دقيقتين، ونشوف كم واحد انتظر صفر، لأن هذول بيأثروا على المعدل، فلذلك بنعدهم كلهم، كل اللي انتظر يعني. اوكي، الآن نيجي طبعا هون السيميوليشن كلاك برضه مشيتها شوية في الدقيقة 4 بالعشرة. الآن نيجي للنقطة اللي بعدها، متى راح يكون ال في الدقيقة 1 و6 بالعشرة؟ إذا بمشي الآن ال السلايد اللي بعدها راح تكون في الدقيقة 1 و6 بالعشرة، إذا راح تمشي هاي الساعة. لاحظوا هاي مشت للدقيقة 1 و6 بالعشرة، هاي الإيفنت صار الـ TM صارت 1 و6 بالعشرة، أوكي. دخل الكاستمر الثاني في الدقيقة 1 و6 بالعشرة، بما أن السيرفر هذا كان بيزي، إنه اللي دخل راح نحطه وين؟ في الويتنج لاين، راح نحطه ونقول متى دخل. هون بنربط هون هذول عددهم كلهم، قلنا نحط كل واحد متى دخل عشان نعمل ال عشان نحفظ الستاتستيكال كاونتر، صار نقدر نظبطهم يعني. اوكي، اذا هذا السيميليشن كلاك قلنا في الدقيقه 1 و6 بالعشرة. الان في الدقيقه 6 بالعشرة السيرفر قلنا كان بيزي، اوكي، من امتى بلش بيزي؟ من دقيقه 4 بالعشرة ل 1 و6 بالعشرة. اذا بنقول هون صار 1 و2 بالعشرة، لحد الان صار 1 و2 بالعشرة هو بيزي، اوكي. الديليد برضه كم عددهم الناس اللي انتظروا؟ راح تكون الان دخل واحد، اذا صار عددهم يساوي 2، اوكي. نعمل سكيجول، بما انه دخل قلنا هذا الرايفل، بدنا نعمل سكيجول للارايفل القادم. الارايفل القادم بعد مرور 5 بالعشرة من الان، 1 و6 بالعشرة زائد 5 بالعشرة، اذا في الدقيقه 2 و1 بالعشرة. ما زالت 2 و1 بالعشرة اقل من ايش؟ 2 و4 بالعشرة، اللي هو الزمن محدد لمغادره الكاستمر الاول. إذا الإيفنت اللي راح يحصل اللي يحصل شو هو؟ أي الرايفل للكاستمر، ولسه الكاستمر أول ما غادر. إذا بنغير الآن هذا السيميوليشن كلاك، راح يصير في الدقيقة 2 و1 بالعشرة إيش؟ دخول الكاستمر اللي هو رقم 3. بما إنه إذا صاروا 3 بس، السيرفر بيزي، إذا بنحطه بالويتنج لاين في الدقيقة 2 و1 بالعشرة، قلنا هذا دخوله. السيميوليشن كلاك حركناها ل 2 و1 بالعشرة. الارايفل تايم القادم شو راح يكون؟ لاحظوا بعد مرور 1 و7 بالعشرة من، اوكي، 2 و1 بالعشرة زائد 1 و7 بالعشرة بصير 3.8. هذيك ما تغيرت ديبارتشر تايم، بعدها 2 و4 بالعشرة، اوكي. الان في هذه اللحظه الويتنج لاين هون، لاحظوا الويتنج اللي هي قديش ناس بينتظروا في الكيو. قلنا الأول هذا اللي هو دخل في الدقيقة 1 و6 بالعشرة، والآن إحنا في الدقيقة 2 و1 بالعشرة. إذا خلال هاي الفترة كم الفرق هون؟ نص، 5 بالعشرة. إذا بقول إنه بما إنه حركنا السيميوليشن كلاك للدقيقة 2 و1 بالعشرة، من هون لهون الآن عدد الناس اللي بنتظروا كان قلنا واحد، إذا 1 في 5 بالعشرة إذا راح تكون الأريا أندر كيو أوف تي بالعشرة.
والاريا اندر في اوف تي ايضا راح نضيف لها اوكي اللي هي ايش راح نضيف الخمسة بالعشرة ايضا راح يصير واحد وسبعة بالعشرة وهكذا. الان النكست ايفنت شو راح يكون؟ راح يكون اللي هو اثنين واربعة بالعشرة ديبارتشر. اذا راح يكون النكست ايفنت هو ديبارتشر. لاحظوا شو اللي راح يصير الان. بدنا نحرك هون راح يصير عندنا الدبليو لاين بده يتغير بده يصير ينقص بدنا ندخل واحد يعني على السيستم. اذا خلينا نعمل كليك اذا زاد هذا السيميوليشن كلاك مشت لعند 2.4 بالعشرة عملنا على ادفانس. لاحظوا صار بالسيستم ايش كانوا ثلاثة. راح نرجع مرة ورا كانوا ثلاثة اللي هو هذا الكاستمر الاول هذا الان راح يغادر قلنا غادر ظلوا ايش اثنين اوكي. هذا اللي هو الويتنج لاين اللي كان بالاول برضه دخلناه على السيرفر هذا اللي هو ظل في واحد بس بالانتظار كان حاطينه هون طلعناه لفوق اوكي. صار مده او فتره الدخول هي عباره 2.1 عملنا ادفانس للسيميوليشن كلاك في الدقيقه 2.4 بدنا نعمل الان سكاجول للي دخل الان متى راح يغادر. قلنا السيرفيس تايم نيجي السيرفيس تايم تاعه شو بيساوي الدقيقه بيأخذ 7/10 من الدقائق زائد 2.4 بصير 3.1. إذا راح أغادر في الدقيقة 3.1 ونعمل كمان إيش شون منجمع الستاتيستيكال كامترز ما زالوا طبعا هذول الثلاثة لحد الآن بس اللي دخلوا. الإيفنت القادم إذا شو راح يكون أيضا ديبارتشر راح يطلع الكاستمر الثاني كيف هذول غادر. إذا الكاستمر الثاني إذا ظل بالسيستم فقط واحد وهذا الواحد هو اللي قاعد بالطاقة القدمة ما في ولا واحد منتظر. عملنا ادفانس للسيميوليشن كلاك عند الدقيقة اللي صار فيها الايفنت 3.1. الآن اللي دخل قلنا بما انه غادر واحد وبلش واحد الخدمة بدنا نشوف السيرفيس تايم نجي قديش السيرفيس تايم هون 2/10. إذا راح نضيف 2/10 للدقيقة هاي إذا بنقول الديبارتشر للكسر والقادم في الدقيقة ايش 3/3. ما زالت اقل من ايش scheduled next arrival. اذا راح يكون next event شو هو departure في الدقيقه 3.3. اذا نعمل كليك وبالتالي ما ظل بالسيستم ولا واحد اوكي دقه قدمه لما غادر اخر واحد غادروا ثلاثه لحد الان. اذا السيرفر شو بنعمله بنحوله ل idle بصير بنسميه زيرو ما في ولا واحد بنتظر. simulation clock حركناها قلنا لعند الدقيقه 3.3 هون اوكي ما في ديبارتشر قادم لانه ما فيش ولا واحد حاليا. الارايفل تايم ما زال هو 3.8. اذا النكست ايفنت لازم يكون هو عباره عن ايش ارايفل. اذا في الدقيقه متى 3.8. اذا مشينا السيميوليشن كلاك عند الدقيقه 3.8 اوكي واللي هي كانت عباره عن ايفنت دخل او الايفنت رقم 4 في الدقيقه 3.8 وحولنا لبيزي اوكي. وبنعمل الجدول الى ايش كمان بانه بلش الخدمه نشوف متى راح اغادر بركت راح اغادر ونشوف قديش السيرفيس تايم بتاعه هي 1/10 ضيفوا له 3.8 اللي عباره عن 4.9. وبنعمل ايضا ايش جدول الامين الى الارايفل تايم قديش الارايفل تايم للنكست ايفنت كنا معطينا هو الانتر ارايفل 0.2 ضيفوا لها 3.8 وبصير عباره عن 4. الآن بما أن الفور هي أقل من 4.9 إذا راح يكون next event في الدقيقة 4 اللي هو عبارة عن arrival okay. الarrival بما أنه أجه والسيرفر بزي بنحطه بالwaiting line وهكذا وبنستمر نرد نعمل جدول للكاستمر اللي بعده وهكذا ونمشي okay. في حدا منتظر وهكذا نظلنا نجمع على المشي بالسيميوليشن كلاك مرة ثانية. إذا نعيد من أول من عند الأربعة لاحظوا هون قلنا راح تكون في عندنا simulation clock بظلها ماشي هذه حتى نوصل بالآخر لعيش لا إنه ما ظلش عندنا وصلنا لآخر سلايد هاي آخر إشي وصلنا لهون. طبعا الآن لاحظوا هذا الهاند simulation إحنا عملناه فقط لإشي بسيط جدا للإنتر arrival times يعني هون كان عددهم يمكن 8 أو 9. فهذه طبعا الكمبيوتر وعادة اللي بيعمل لنا السيميوليشن. بدنا نوقف الشو نروح على اللي هي كيف نعمل how to simulate single server. هاي خلينا نشوف كيف فرجيك اياها لحظة بدي اعمل شيرينج مع
بدي افرجيك كيف ممكن نعملها هذه عن طريق برنامج اللي هو اسمه الارينا، بيعمل لنا سيميوليشن. اوكي، انتوا شايفين هذول البلوكس اللي انا حاطهم، هذا الارايفل وهذا السيرفر وهذا ايش اللي هو ديبارتشر. ماشي ديبارتشر. طيب هاي عبارة عن تعمل جنريشن للارايفل. يعني هون على سبيل المثال احنا حاطين جنريشن للارايفل، ايش هو عبارة عن اكسبوننشال راندوم اكسبوننشال وذ الانتر ارايفل تايم، عباره عن 10 دقائق بين الواحد والثاني. بدنا نعمل ماكسيم ارايفل اللي هو 1000، والسيرفيس حاطين له عباره عن ايش، ايضا عباره عن اكسبوننشال 10، بس بزبطش 10، خلينا نحط شيء ثاني طبعا. مثلا خلينا نقول خلينا ناخذ 9 دقائق مثلا مشان ما يصير في تراكم كثير. اوكي، والان نعمل بعد ما يخلص طبعا اكيد بده غادر، هذا بس هيك السيستم. فلذلك لو عملنا رن له، طبعا ران شو معناها بصير يعمل جنريشن للارايفل اللي احنا حسبناها. لاحظوا هاي صار في كاستمر زيجو، اوكي هاي كاستمر بيجو بياخذ الخدمه. لاحظوا ما فيش عندنا، هاي صار في واحد ناس ينتظروا، كان ما في انتظار بالاول لانه كان السيرفر فاضي، فلذلك ما كان في حدا. هاي لاحظوا الان في ناس بتيجوا بينتظروا. اوكي، لما يكون في سيرفر بيزي، هاي مثلا في 15 واحد الان بينتظر، 16 14 وهكذا. ليش طبعا في ناس كثير بينتظروا؟ لانه الفرق بين لامدا وميو حطيناهم قليل، يعني كانت لامدا بتساوي 10 10 دقائق، الواحد على لامدا عفوا بتساوي 10 دقائق، وواحد على ميو بتساوي 9 دقائق. اوكي، طبعا اكيد لو صار سيرفر اسرع من هيك معنى ذلك انه راح يكون، يعني لو كان على سبيل المثال كل 5 دقائق بيعمل الخدمه تاعته ما بنشوف هاي التراكمات، بتصير اقل عدد الناس اللي بينتظروا بالكيو. طبعا لحد الان هو عامل فقط لميه جنريشن، ممكن احنا نسرع شوي عشان نشوف النتيجه بالاخر شو راح يصير. طبعا هاي شو معناها، احنا مشينا السيميليشن بحيث انه صار يعني صارت السيميليشن كلوك تمشي بسرعه بدل ما نعمل كمان اسرع. اوكي، هاي مثلا لاحظوا انه دخلنا لحد الان وصلنا انه دخل 1000 كاستمر اخذوا الخدمه وغادروا. خلينا نشوف الان اذا عملنا الان هو بيعطينا الاستاتستكس شو الاشياء اللي كنا نجمعها، مثلا بيطلع لنا اياهم هو هذا البرنامج. اوكي، بيطلع لنا كل واحد قديش اللي هم الانتظار. اوكي، نلاحظ شو طلع لنا الويتنج لاين 1.58. اوكي، الزمن اللي هو الزمن من لما يدخل الكاستمر حتى يغادر 1.58 من الدقيقه. اوكي، والنمبر ويتنج معدل انتظروا، هاي اعطانا اياه برضه، هو عباره عن 9.74%. اوكي، طبعا احنا عاده في حاله الام ام 1 كيو قلنا بامكانه الواحد يوجد قيمته هذه، بس يوجد قيمتها متى؟ عند الانفينيتي، لان لما يوصل مرحله الستيدي ستيت، الستيدي ستيت اللي هو عند الانفينيتي يعني. اوكي، بس هون اذا بدك تعمل انت سيميوليشن ليوم واحد فقط توصل للانفينيتي، فلضروري الواحد يعمل السيميوليشن بهذه الحاله. اوكي، طيب نوقف شيرنج مع هذا ونروح نشوف ايضا بامكاننا نعمل سيميوليشن عن طريق اللي هو عن طريق اكسل. هاي مثلا سيميوليتنج سنجل سيرفر. اوكي، بالاكسل لانه الاكسل متوفر عند كل واحد، بس طبعا هون ما راح تشوفوا انيميشن. يعني نعمل بالسنجل سيرفر، نعمل جنريشن ليونيفورم راندوم فاريبل، يونيفورم راندوم فاريبل. اوكي، بعدين نعمل يونيفورم للانتر ارايفل، هذول الانتر ارايفل تايمز، هذه عباره عن انتر ارايفل تايم. يعني الانتر ارايفل تايم اللي شفتوهم قبل شوي كان الاي 1 والاي 2 والاي 3، هذول هم هون راح. اوكي، خلينا اكبر شويه. اوكي، اذا هذول راح يكونوا عباره عن انتر ارايفل تايمز، خلينا نحطهم على شكل
ألعب بسرعة. نغير لون لهم ايش ثاني حتى يكون يتميزون عن بعض. اوكي، هاي بتمثل انتر ارايفل تايمز، يعني هذا الانتر ارايفل تايم للكستمر، ممكن نسميه هذا الكستمر الاول، الكستمر الثاني، الثالث، وهكذا. اوكي، هذا الانتر، خلينا نعمل هاي هذول الاول. اوكي، اذا هاي الانتر ارايفل تايمز اللي كنا شفناهم احنا هنا، الانتر ارايفل تايم بالقسم الاول، الثاني، الثالث، الرابع، وهذول السيرفيس تايم لكل واحد فيهم. وهون بيعمل لنا الديلي، الديلي المقصود فيها ايش؟ كم راح ينتظر كم راح ينتظر بالكيو نفسه، يعني قديش راح ينتظر حتى يبلش الخدمه. وهو المقصود فيه الويت، الويت اللي عباره عن من لما يدخل حتى يغادر. لاحظوا الكستم الاول بيدخل في 0.49، بما انه السيرفيس تايم يساوي 1.5% من لما يبلش، اذا على طول بلش، ما في ديلي بالكيو، لكن بالسيستم بياخذ ايش؟ مده السيرفيس فقط. اوكي، الكاستمر اللي بعده بيجي في الدقيقه 1.8، لكن 1 بيكون هذا غادر اوريدي. لاحظوا قلنا بيغادر في الدقيقه 1.5%، اذا ما في انتظار ايضا، نفس الشيء راح يكون يساوي صفر. اوكي، فقط الزمن تاعه راح يكون هو عباره عن 3.9. الآن الكاستمر الثالث، هذه اوكي بتستمر على هذه الحالة، وبالتالي هون احنا بنجمع الديلي لكل واحد قديش. طبعا في فورمولا، صحيح هاي هي الفورمولا اللي كاتبها هون، شو الويتنج تايم راح يكون عبارة عن الويتنج تايم الكاستمر جي بلس 1، هو عبارة عن الويتنج تايم للكاستمر رقم جي زائد السيرفيس تاعته. اوكي، مطروح منها ايش؟ مطروح منها اللي هي الانتر ارايفل تايم للكستمر رقم جي بلس 1. قد تكون هذه بتساوي صفر سالب اذا بنحولها لمعنى الاصفار. اذا هاي بتعطينا اللي هي عباره عن ايش؟ الديلي تايم هون. السير الويتنج كل شو راح يكون عباره عن ديلي مضاف لها ايش؟ اللي هي الاس السيرفيس تايم. اذا لاحظوا هون لما يكون في صفر زائد هاي الموجوده اللي هون بس مضيفه. وبالتالي هاي راح تعطينا عبارة عن الديلي او الويتنج تايم لكل واحد من الكاستمر. اذا بدك تعمله طبعا جنريشن، لاحظوا احنا هناك عملنا بالهاند سيميليشن لحوالي 6 7، بس بالسيميليشن تقدر تعملوها للالاف مثلا. هاي عندنا اللي عامله هون مثلا ل 1000، مجرد كل عبارة عن تكتب الفورمولا. بدك كيف نكتب الفورمولا، واذا كان بدي طبعا شوف بعمل بس الفورمولا بنزلها، بدي ل 5000، كل شو اسمه وصل ال 4000 5000 10000 كذا، بدي بعملهم كلهم وبطلع لي الان الافرج تاعهم. هاي الاستيمت تاعتهم عباره عن افرج. اوكي لاحظوا، هي عباره عن افرج تاعت هذول كلهم بتعطينا اللي هي الويتنج تايم. الافرج للديلي برضه، الافرج للديلي هاي كلها بيعطينا هو عباره عن افرج للديلي لكل واحد للكل. طبعا ليش احنا قلنا بنعمل سيميليشن اطول، يعني فتره اطول؟ لان تعرفوا على سبيل المثال لو اعطينا قلنا لكم احتمال القطع النقديه، النقديه لما تعملوا لها فنه بتطلع اما ايش؟ قلنا اما كتابه او صوره، ما احتمال تطلع كتابه يساوي نص مش هيك، وصوره ايضا نص. هذا لا يعني انه اذا عملنا مرتين انه تطلع مره كتابه، يعني الفكره انه كل ما عملت تجارب اكثر كل ما صارت اقرب على الدقه. يعني بمعنى اخر لو انك تعمل الفن مثلا 1000 مرة تتوقع يطلع 500 بلس ماينس شيء بسيط، يعني صورة وشوية راح يكونوا كتابة. كل ما عملت أكثر كل ما كان في دقة أكثر، عشان هيك كون السيميليشن بنعمل أكثر عشان يصير في عندنا دقة أكثر. الآن إحنا هذول كيف نعمل الجنريشن لهذول الانتر ارايفل تايم والسيرفيس تايم؟ بدنا نعرف كيف وصلنا لهم هذول. هذول كيف وصلنا لهم؟ صحيح في طرق لايجاد او هاو تو جنريت راندوم نمبرز. خلينا بس نيجي لهذا ونلغي هذا الشير بتاعتنا، نروح على ايش؟ على نشوف اللي هي هذا الرقم 18. اوكي، هاو تو جنريت راندوم نمبرز، هاي المحاضره رقم 18.
اوكي generating random number اللي هو auto generate random number. عادة لو قلنا لكم مثلا كيف ممكن تعطوني actual random, يعني ايش true random number, true ايش حقيقي. الاشي الوحيد اللي ممكن يعملها الواحد يعمل فن مثلا, تطلع الصورة او الكتاب يقول طلعت هي عملت الفن وطلعت معي صورة وكتاب. يمكن عملنا لكم هاي التجربة حتى في المحاضرة يمكن قبل ما يصير في عندنا البريك هذا. ممكن واحد يعمل فن أكثر من مرة. على سبيل المثال لو عملنا الفن لأكثر من مرة وطلعت سجلناها مثلا على هذه الصورة صفر صفر, يعني طلعت كتاب صورة حطيناها واحد صور كتاب صفر وهكذا ظلينا نجمع فيهم. أوكي إذا هذول بالضبط عشوائي true, they are true random number. تفضل. أوكي إذا مثلا رقم بين الصفر والتسعة random, شو تعمل؟ بتروح بتجمع كل أربعة مع بعض من هذول اللي هو تعملناهم في طريقة الفن اللي كانت راندوم حقيقي, كل أربعة من بعض, وبحول الآن من باينري إلى إيش؟ من باينري إلى اللي هو للديسيمال. أوكي من ثنائي لعشري. تعرفوا كيف؟ هاي بتضربها في اثنين قوة صفر ثم بعد اثنين قوة واحد اثنين قوة اثنين ثم اثنين قوة ثلاث. أوكي وبالتالي هاي على سبيل المثال هاي شو تعني؟ اثنين. اوكي 0 0 1 0 تعني ايش؟ تعني 2. اللي بعدها 0 1 1 0 تعني 2. هذه طبعا معناها 2 قوه 0, هاي 2 قوه 1, هاي 2 قوه 2, اذا هاي راح تكون 2, وهاي 4 اذا تعني 6. هذه تعني ايش؟ 6. اللي بعدها 1 1 0 1, هاي راح تكون هذه 1 وهذه 4 وهذه شو راح تكون؟ 8. راح يكون هذا اكبر من 10 اذا لما يكون اكبر من 9 وهكذا. اذا بظلنا نعمل جنريشن للأعداد هذه. أوكي نعمل فن يعني ونجمعهم. إذا لاحظوا قديش راح تأخذ وقت طويل جدا حتى نعمل جنريشن. من أجل ذلك إحنا عم نلجأ الآن للكمبيوتر حتى يعملنا الجنريشن للراندوم نمبر. كيف نعمل الجنريتد الكمبيوتر جنريتد؟ هذول ما راح يكونوا ترو. ها ديروا بالكم أول إشي هذا سؤال بسأل فيها بالفانيل, ما راح يكونوا ترو راندوم نمبر. هل هذول الجنريتنج اللي بيعملوهم بالكمبيوتر هل هم ترو راندوم نمبر؟ لا, these are بنسميهم, لكنهم بيجتازوا بعض الستاتستيكال تيستس علشان نقول ان هذول نقبلهم انهم, او بمعنى اخر ما نرفضهم. هيك بيقولون عاده الاحصاء بيقول ما بدنا نرفضهم انهم هذول يكونوا ايش؟ مش راندوم نمبر. طيب الطريقه هي عباره عن الطريقه تسمى لينير كونجروينشال جينيريتر. كيف يعني راح تكون؟ راح نبدا في سيد بنسميه اللي هو الاكس نوت. تبدا بالاكس نوت وبالتالي راح تكون الـ xj plus 1 شو بتساوي؟ a xj plus c mod m. اوكي for j equal 1 2 الى اخره لعند مثلا لعند m مثلا. اوكي طيب هذول راح يطلعوا ارقام. لاحظوا بان مود, شو معنى مود؟ متذكرين او بتعرف شو معنى مود؟ المود اللي هي عباره عن نقسم العدد على العدد الناتج على الام باقي, اذا هو الريميندر من قسمه العدد على الام. يعني مثلا لو قلنا مثلا 51 مود 5 شو بيساوي؟ 1, لانه لما نقسم 1 على 5 يعني 5, شو يكون الباقي؟ 1. اوكي اذا لاحظوا انه لما يكون عندنا المود 5 على سبيل المثال, اذا هذول اقصى شيء للاعداد شو بدها تكون؟ يكونوا 5, لانه لم الباقي شو بيكون؟ يا بيكون 0 يا 1 يا 4 بس. وبالتالي في عندنا 5 اعداد ممكن نشكلها من هون. اوكي هذا المود صحيح عاده الاشكال الارقام اللي بتنتج معنا بالعاده بتكون شكلهم على شكل راند, يعني ما بيكون منظم مرتبين. لاحظوا انه الاعداد مره بتروح بتطلع مره بتنزل. على سبيل المثال لو اخذنا هيك عدد الاكس نوت كانت 27 اللي هي 17 سي 43 وام يساوي, اذا الاكس 1 شو بتساوي؟ 17 هاي اللي هي اي 17 في 27 وضيفوا لها 43 واقسموها على 100 شوفوا شو الباقي. مثلا طلعت هذه الاثنين نفس الشيء نرد نضرب في 2 17 نضربها في 17 عفوا اي نضيف لها اللي هي سي 43 ونشوف مود 100 شو بيطلع؟ 77 وهكذا. طب نقسمهم احنا على 100 عشان يطلع عدد بين اللي هو ايش؟ بين الصفر والواحد. اذا بدنا نعمل جنريشن بين الصفر والواحد نقسمهم على بين الصفر والواحد. طيب انا صحيح عامل لكم هنا شو اسمه؟ عامل لكم برنامج على الاكسل كيف نحسب كيف نعمل جنريشن لهذول اليونيفورم راندوم لليونيفورم. اذا هاي الفكره هاي شايفينها بس هيك. اوكي نيجي لل
للإكسل، والله حاطه مع اللي هي سيميليتنج سنجل سيرفر. هاي اوكي. لا اوكي، على سبيل المثال هاي بلشنا هاي اللي هي الاكس نوت تساوي اي شيء، حطيته انا 365 مثلا، حطينا اي بتساوي 31، سي يساوي 654، وام هذا 2097151. وبدنا نعمل جنريشن. كيف الجنريشن قلنا راح يكون؟ نبدا بالاول الاكس نوت اللي راح تكون العدد هذا المحطوط معنا هون نفس. اوكي شو هي اكس 1؟ اكس 1 شو قلنا بيساوي؟ لاحظوا قلنا هي عبارة عن ال A، هاي هي 31 اللي هي C3 يعني، مضروبة في A في العدد اللي قبله هذا اللي هو C6، مضاف لها ايش اللي هي C، وكل هاي مقسومة ايش مود العدد اللي هو موجود هون. الناتج راح يكون هو عبارة عن هذا العدد اللي هو عبارة عن 31 مضروب في 365 زائد 654 مود اللي هو ايش؟ العدد هذا. اللي بعده راح يكون نفس الشيء، عباره 31 مضروبه في العدد اللي قبله اللي هو 1169 زائد 654 مود اللي هي الام، وهكذا. اذا هذا راح يعمل هاي الاعداد، هذه من وين لوين راح تكون؟ طبعا بين الصفر وهذا العدد، او حتى اللي قبله يعني 2097150، لانه هذا نفسه لما تقسم على نفسه راح يكون اذا بين صفر والعدد اللي هو ام ماينس 1. اذا هاي الارقام اللي تنتج معنا هاي عباره عن، هي لاحظوا اشكالها راح تكون على شكل عشوائي. اوكي، مره تطلع مره تنزل، ما فيش شيء يعني بيحكمها. تقريبا هذه تجتاز الاستاتستيكال تيست على سبيل المثال، تقريبا جنريشن كلهم. لاحظوا بس عباره عن، عملنا جرة على هاي الصوره، بعمل لنا جنريشن اللي عملنا مثلا لحوالي 1000 ولا كم، لا هاي 400، لا 500. الان اليونيفورم كيف اوجد يونيفورم في الفتره 0 1؟ لاحظوا في الفتره 0 1 بس بقسم هذا العدد على مين؟ على الام. هذا راح يكون قلنا لانه هذول دائما بين الصفر والام ماينس 1، اذا لما نقسم على ام بتكون بين الصفر والواحد. اذا هذول الارقام اللي هون راح تنتج معنا هذه هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن ارقام بين الصفر والواحد. هاي ارقام بين الصفر والواحد، وهذه راح تكون ايش؟ عباره عن راندوم، احنا قابلينها انها راندوم. اوكي، هي مش راندوم بالاصل، ولكنها ايش؟ الكمبيوتر بيعمل جنريشن لفورمولا، اذا هذول نقبلهم انهم يكونوا راندوم فيريبل. اوكي، وبما انه راندوم بالفتره 0 1 نتوقع كم راح يكون كم راح يكون المعدل تاعهم؟ يعني لما يكون واحد يعطيك يونيفورم 01 قديش المين تاعه؟ متذكرين شو المين تاع اليونيفورم؟ بين الصفر والواحد لازم يكون نص. هاي تقريبا لاحظوا يعني ضبطوا معنا انه تقريبا طلع بيساوي نص الافرج اللي هو المين، يعني المين لهذول اللي حوالي 500 اللي عملناهم يعني. اوكي طيب، نرجع لل نرجع لل جنريشن لل لل راندوم فيريبلز الاخرى. على سبيل المثال ناخذ كيف نعمل جنريشن لبرنولي مثلا. تعرف البرنولي شو هو؟ البرنولي اللي هو عبارة عن صفر واحد يعني، أو A B success يعني، بدنا نشوف generate برنولي P شو معنى. هل ال P اللي هي success probability، راح يكون success probability. على سبيل المثال لما يكون success probability تعمل generation ل 1000 مثلا لازم يطلع تقريبا 500 success و 500 اللي هو ايش failure. أو لو مثلا لو رحتوا على مونتي كارلو وشفتوا الجيمز اللي بحطوها، طبعا هذول تاعت الجامبلينج، بيكون السكسس تاعتها صغير جدا، بجوز واحد بالألف مثلا، فلذلك تقريبا كل ألف لعبة واحد بربح تقريبا، بس هو لا بالضبط كل ألف لازم الواحد يربح، لكنها بنقول واحد بالألف، احتمال واحد بالألف. أوكي، بالفكره كيف هي عباره عن هاي هاو تو جنريت البرنولي، جنريت يونيفورم راندوم نمبر. شفنا كيف نعمل جنريشن بالفتره 0 1، اذا كانت يو اقل او يساوي بي اذا ليت اكس ايكوال 1. شو يعني؟ اذا كان، لانه هاي بمعنى اخر قسمنا احنا يو لفتره قبل اقل من بي، واحد اكبر من بي، يعني واحد طولها بي واحد طولها واحد ناقص بي. بما انه سكسس بي اذا بنقول اللي بيجوا بالفتره الاولى اعتبرهم بي،
واللي بيجي بالفتره الثانيه اللي يطولها 1 ناقص بي، لانه احتمالها 1 ناقص بي يعتبرها ايش؟ يعملها فيلير. وبالتالي راح تكون اذا كانت يو اقل او يساوي بي اذا يساوي 1. خلينا هسه بنشوفها على الاكسل، بس خلينا نشوف النوع الثاني اللي هو how to generate continuous random variable. continuous random variable في الفتره اي بي مثلا كيف نعمل generation ل uniform اي بي؟ بس نعمل صفر واحد لايش للاي بي. كيف نعمل ترانسفورم؟ هذا الترانسفورم اي بلس بي ماينس اي مضروبه في يو، هون مفترضينها شو قلنا؟ يونيفورم، اضربوها في بي ماينس اي بصير الاتساع تاعها بزيد، ضيفوا لها واحد عشان تصير تبدا من عند الاي. اذا هذا راح يكون الاكس يساوي اي بلس بي ماينس اي يو، هذا دائما موجود وين؟ بين اللي هي اي وبي، بيكون ايضا عباره عن يونيفورم. طيب كيف نعمل جنريشن لاهم شيء عندنا الاكسبوننشال؟ احنا كان كيف نعمل جنريشن لاكسبوننشال؟ الجنريشن اول راح يكون على بالاول في طريقه اسمها الانفيرس ترانسفورميشن ميثود. هذا كيف راح تكون الانفيرس ترانسفورميشن ميثود؟ اذا كان عندنا البي دي اف اللي هي density function يساوي اف، نوجد بالاول السي دي اف، اوكي سي دي اف له لهذا البي دي اف، تعرف الكوميوليشن كيف تعملوها، عباره عن تكامل طلعوهن. بعدين ايش بنعمل؟ نعمل جنريشن ليو في الفتره 0 1 مثل ما شفنا قبل شوي، ونعمل ريتين لايش؟ لاف انفرس ليو بتاعتها. الانفرس دائما بيكون بين 0 و1، والاحتمال تاعه راح يكون هو نفسه قيمه الاحتمال تاعت الاكسبوننشال ديستريبيوشن. هذه على سبيل المثال لو جينا للاكسبوننشال كيف؟ طبعا هذا بشكل عام مش بس الاكسبوننشال، احنا بنقول بشكل عام اذا كان عندكم ديستريبيوشن اوكي معروف السي دي اف، بقدر اطلع الانفيرس تاعه، بقدر اعمل جنريشن للراندوم فيريبل، اوكي؟ يعني بنقدر نطبقه على عدد كبير من الراندوم فيريبل، اوكي؟ وبالتالي على سبيل المثال هو الاكسبوننشال لو كان وذريشن، اذا بنعمل جنريشن ليو في الفتره 0 1، بنحل المعادله اللي هي الانفيرس، شو الانفيرس لليو؟ يعني بنحله هاي، كيف بصير هذا؟ اف اكس يساوي يو، بعدين اوجد الـ exponential. شو هي f x بتاعت الـ exponential؟ هي 1 ماينس الـ e x p للامدا x، e قوة e لامدا x يعني. إذا بصير 1 ماينس e قوة لامدا x يساوي u، e to لامدا x يساوي 1 ماينس، خذ اللين للطرفين بصير لامدا x يساوي لين الواحد ناقص u، اوكي اللين هو الـ natural log، بعدين اقسمه على لامدا بتطلع قيمة x، ماينس 1 على لامدا لين الواحد ناقص u. هذا راح تكون هي عبارة عن ايش؟ الاكسبوننشال راندوم فيريبل. اوكي هذه بتطلعنا الاكسبوننشال راندوم فيريبل. خلينا فرجيك الان على الاكسل اخر ايش يعني، هذه فرجيك على الاكسل كيف بيطلع معنا هذول الجنريشن للاعداد اللي حكينا عنها، الاعداد العشوائية او الارقام العشوائية. هذا هذا هو الاكسبوننشال هذا الاكسل. اوكي هاي برنولي، قلنا شو الفكره؟ قلنا هاي عملنا جنريشن احنا الطريقه اللي وجدناها هون قبل شويه. اذا كانت دي هذه المقدار اللي هو يو اقل من اف، هذا اللي انا بدي اقول برنولي with success 0.5 اقل من اف، اذا شو تعمل؟ حطها واحد، اذروايز حطها زيرو، وكمل على هذه. اذا هنا راح تكون تعمل جنريشن لبرنولي، لاحظ القيم هي عباره 1 0 1 0 1 كذا. إذا لو عملنا جنريشن لهذول ل 500 وحدة، أوكي شو تتوقع يكون؟ بما أن البرنولي هنا with success 0.5، إذا قديش راح يكون معدل اللي راح يطلع؟ لازم يكون 0.5 من شيء، يعني بمعنى آخر 500 منهم تقريبا. لاحظ هاي الأفرج طلع 0.508، أوكي؟ ولو جينا حسبنا هاي مثلا يعني كم وحدة هذا، لو جينا بدل ما يكون الافرج لو حسبنا اللي هو الصم قديش عدد الصم اللي كم واحد طلعت سكسس، ليش طلعت معنا؟ عندنا جمعنا هاي كمان اللي هي شيء 57، لاحظوا طلعوا 254 من ال 500 سكسس، يعني قريب كثير من النص. اذا ملاحظه 250 بالضبط هي النص، اوكي، والباقي طلعوا يساوي فيلير. لاحظوا لو جينا غيرناهم هذول، لو كانت مش 0.5 مثلا سكسس، لو كانت مثلا السكسس 0.2، قديش تتوقع يكون عندنا السكسس بهذه الحاله؟ من ال 500 بده يكون تقريبا 100، مش هيك؟ خلينا نشوفهم قديش طلعوا معنا.
لاحظ شو طلعوا يساوي 2 تقريبا. اوكي هذول مي السكسس. اوكي مما يدل على انه الارقام العشوائيه اللي اخذناها هون مقبول انها تكون ارقام عشوائيه. اوكي الشيء الثاني قلنا هاو تو جنريت يونيفورم في الفتره اي بي، هاي يساوي 5 وبي يساوي 10، برضه نفس الشيء عباره عن ترانسفورم قلنا نعمل، بس عباره عن اي اللي هي هذا زائد حاصل طرح هذه ناقص هاي مضروبه في ايضا ايش في اليونيفورم. اوكي وتطلع معنا اليونيفورم في الفتره اي بي. طبعا نفس الشيء بنكمل هذول كلهم لل 500. لاحظوا لو جينا للافريج برضه اللي هو المين، المين شو راح يكون بما انه بين الخمسه والعشره، بين العشر بين ايش قلنا؟ بين خمسه وال بين الخمسه والعشره. ليش بين الخمسه والعشره؟ لا في غلط عندنا جي 5 زائد اتش 5 معناه جي 5 اوكي زائد اوكي هاي حصل ضرب هذه في هاي اوكي هاي الارقام الان راح تكون هاي بين الخمسة والعشرة. طبعا الافرج شو راح لازم يكون بينهم اللي بين الخمسة والعشرة اليوم فهم راح يكون 7.5. هذا نشوف هل بيطلع صحيح 7.5 معنا او قريب منها. هذول عملنا لايش؟ ل 500. اوكي بين لاحظ انه كم طلعت تقريبا 7.48 يعني قريب كثير ايضا من اللي هي 7.5 صحيح يعني. اوكي واخيرا بنشوف كيف نعمل اكسبوننشال. اكسبوننشال وذ ريت لامدا، اللامدا هون لو افترضنا انها بتساوي 4 او اي شيء بتحطوه هون طبعا بتغير قيمته. اذا قلنا راح تكون عباره عن سالب 1 على لامدا، هاي قيمه لامدا اللي اي 5 مضروبه في لين ايش اللي هو اليونيفورم اللي عملنا له جنريشن هون. هذا راح يكون هذا عباره عن اكسبوننشال. اذا هذه عباره عن اكسبوننشال مشان تعمل مثلا للسنجل سيرفر هذا الانترفال الرابع مثلا، ثم نعمل للثاني وهكذا الى الى ال 500. طبعا بما انه لامدا هون كانت تساوي 4 قديش تتوقع المين يكون؟ مين المين دائما بيساوي قلنا دائما 1 على لامدا مش هيك؟ هسه نشوف شو بيطلع معنا 1 على لامدا اوكي 1 على ال 4 تقريبا 25%. 25% هي تقريبا 0.26 يعني قريب كثير منها. اوكي من 25%. طبعا هذول قلنا ارقام عشوائيه لا يمكن يطلع طبعا الرقم بالضبط 0.25 مستحيل هذا. فهذا كيف نعمل احنا جنريشن للراندوم فيريبل على اساس انه ايش نقدر نستخدمهم في في السنجل سيرفر. طبعا هو كان في اشياء ممكن ايضا ندرسها بالسيميليشن، بس احنا كان الهدف من السيميليشن فقط نفرجيكم كيف بيشتغل السيميليشن، كيف نعمل سيميليشن للسنجل سيرفر. وبهذه الحاله هيك راح نتوقف عند هذه، يعني راح تكون اخر شيء عن ال بهذا الكورس يعني. الله يعطيكم العافيه. في حدا عنده اي استفسار؟ طولنا عليه شوي. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا همام. فهمت شيء من المحاضره ولا كنت نايم؟ تمام دكتور عمرو انا مش همام. ها؟ عمرو كيفك يا عمرو؟ الله يسلمك. لان عندي همام كمان بقي قاعد بده يحكي بس مش طالع له يعني. اي طيب كيف يا عمرو المحاضره؟ فهم هالشيء؟ تمام منيح. فوتت متاخر صراحه شوي لاني طيب بس يعني نعم الباقيين انت تميم وهمام ورهف فهم في السيميليشن. يعطيك العافيه دكتور. واضح يعني كيف شو يعني سيميليشن؟ انا بس بهمني انه تفهم يعني سيميليشن. واضح يعني من خلال الشرح كانت واضحه، خصوصا يعني المحاضره الثانيه اللي شرحتها هاي 7 سلايد وضحت اكثر. عشان تعمل كيف تعمل جنريشن لراندوم فيريبلز. طبعا هاي هي مقدمه يعني اذا واحد بالمستقبل بده يشتغل على السيميليشن يعني على الاقل صار عندكم فكره كيف تشتغلوا عليها، لانه درسنا اليوم بس صغير هو عن السيميليشن. ما راح يكون يعني في كورسز صحيح تنعطى بالسيميليشن، في
كثيره بتستخدم في السيميليشن. ما عندنا وقت اليوم افرجيكم، كان فرجيتكم انتم لو فتحتوا على حطوا على مثلا سيميليشن مودلز باليوتيوب لما تفضوا مشرسه لما تخلصوا الامتحانات يعني شوفوا قديش العمليات السيميليشن، السيميليشن قديش متوفر على فكره بالشكل عام. يعني الناس اللي عندهم شركات كبرى بدل ما يروحوا يعملوا معين بيعملوا السيميليشن له وشوفوا هل هذا المشروع بينفع ولا بينفعش. يعني ممكن في ناس بيدفعوا ملايين طبعا وممكن حتى توصل مليارات. يعني عندنا بسلاح الجو الملكي الاردني مثلا دفعوا تقريبا نص مليار على بس يعملوا شو اسمه يعملوا منظومه السيميليشن، لذلك بيدفعوا كثير يعني ملايين على السيميليشن خصوصا بالقوات. يعني خلينا فيش سلاح الجو المارين صاير كثير بدفعوا وبيعملوا مؤتمرات والى اخره اوكي عشان نشوفوا انه هل في جدوى من الاشياء اللي بيصنعوها ولا لا. فان شاء الله بالمستقبل اذا حاب واحد منكم يشتغل عليها عشان كثير مفيد. تمام يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل يا عمرو كنت بتسال اشياء دكتور بس مشان انه الماده ما تم خلصها شو بده يكون ماده الفاينل. تمام خلص خلصنا اليوم هاي اخر محاضره مادة الفاينل شو راح تكون؟ مادة الفاينل بدنا كل شيء بده يكون كل شيء داخل كل شيء داخل. يعني حتى اللي امتحناكم فيه راح نرد هناك لما درسناه هناك بالجامعه راح نعطيكم عليها فرض عسل وراح كثير عليها يعني لانه كانت شرحناها كويس وكل احنا كل شرحناه بس يعني على الاونلاين على الاقل اذا تتحجج انه كان في عندكم مشاكل وشيء فراح يكون يعني نصيبها ما راح يكون مثل لو كنا مندرس بالجامعه يعني بالضبط دكتور. اوكي يعني راح نكون نعطي نسبه على شو اسمه الماده اللي اخذناها هناك نسبه كويسه يعني. تمام. طب دكتور بس عندي على مشان الكويز الماضي اللي اخذناه. تمام بأول سؤال أنت طالب مننا رو وأس رو والبي والبروبابيليتي اللي جاي أكبر من أس. تمام؟ فأنا غلطان بالبروبابيليتي. خلينا نسوي نوقف الريكورد أنا وضع الإشارة إيش يعني جديد.